السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، شو اسمك؟ حوراء محمد راضي. عوراء؟ محمد راضي ايه، عوراء محمد راضي، يلا تفضل. دكتور، السؤال الثاني نبدأ فيه. ايه، لان هذا هيك ذاك القيم هيك تحفظوها اول سؤال. ايه، السؤال الثاني يقول what is likely to happen to the pressure of O2 and pressure of CO2 in the alveolar gas site C if the person first increase the rate and depth of respiration؟ ال PO2 راح يزداد وال PCO2 راح يقل بهذه الحالة. ايه يعني من increase the rate and depth of respiration شو نسمي؟ نعم، شو نسمي ال condition إذا واحد increase the rate and depth of respiration؟ hyperventilation. hyperventilation هايبرفنتيليشن. مثل حالة وين يصير مثل واحد بالاكسرسايز يصير عنده hyperventilation، يحتاج اكسجين اكثر فيزود الريت اون ديبث اوف ريسبيريشن حتى يحصل على اكسجين اكثر ويطرح سي او 2 اكثر. فبهيك حاله راح البي او 2 مثل ما قلت يزداد والبي سي او 2 يقل. عكسها ديكريز ذا ريت هايبر فنتيليشن، ديكريز ذا ريت اون ديبث، صح، يصير الدي او 2 راح يقل والبي سي او 2 راح يزداد. عكس هيك الحالة. زين، حلي لنا السؤال الثالث وياك فد مرة وبعدين. عفوا دكتورة، بس سؤال. نعم تفضل. دكتورة، إذا احنا زودنا الريت مو لازم الدبث يقل؟ لا، هو ليش الدبث يقل؟ يعني الإنسان هذا الشخص اللي يتنفس بسرعة عادة يكون نفسه يعني مو عميق. الشالو بريثنج، هذا تقصد الشالو بريثنج؟ لا، بس نورمالي احنا مثلا من نحتاج، يعني شوف دائما الرياضيين يجرون النفس عميق وسريع، عميق بالعكس نزود الدبس، بس ذاك الشالو بريثنج ذاك يعني الباثولوجيكال كونديشن يزود بس الريت. نعم، يعني يصير هاي بوكس وهاي، يعني بالاكسرسايز يعني الشخص العادي يصير يعني يندمج بين السور الريت والدب، مو دكتوره؟ اي، يعني اكسرسايز ريسبيراتوري ماسل كلش تشتغل بالاكسرسايز، بالعكس الدب تشتغل. يعني ما يصير ويست، يعني بالهذا بالويست الديد سبيس ما تنكريز الديد سبيس، وهذا اي ما تزيد يعني بهاي الحاله. الساعتين بعدين نمشي خطوه خطوه، لان راح تتنفس عن طريق الماوث وهاي، بس هو احنا بالاكسرسايز نحتاج او 2 اكثر ونحتاج سي او 2 نطرحه اكثر، فتزداد الريت اند ديبث. الديبث عن طريق يعني الريسبيراتوري ماسل تشتغل مور سترونج، هي والابدومينال ماسل، والاكسسوري ماسل من قلنا بالفورست ريسبيريشن تشتغل الاكسسوري ماسل، فاذا الديبث تزداد مو بس الريت. هاي نورمال كونديشن، انت جاي تحكي باثولوجيكال شالو بريثنج ذاك بس الريت يصير. فهمتها لو لا؟ نعم دكتوره واضحه. يلا السؤال الثالث. السؤال الثالث، this diagram shows the link unit which is ventilated but not perfused. Due to the pulmonary embolism blocking circulation to the affected part of the lung. يعني دكتورة ما عندنا اكسشينج بين الالفيولاي بين البلاك. هاي يقول لي ان ماكو بلاد فلو، فماكو اكسشينج بين الالفيولاي وبين الكابيلاري. زين؟ فبهيك حاله الالفيولار بي او 2 البي او 2 راح ريمين ذا سيم لانه ما قاعد يصير تبادل. ليش؟ ذا سيم وين؟ ما قاعد بالالفيولار. ذا سيم وين؟ بالالفيولار. ايش هو البي او 2؟ بي او 2 نورمال بالالفيولار ايش قد؟ 13.3 يصير 13.3؟ اتوقع لانه غير ما قاعد يصير تبادل ويا ال pulmonary capillary. مو عدت مستمرة تاخذين اير بس ما جاي تعبري لي البلد،
جاي تاخذين اير للالفيلاي تدخلين التخلين بس ما جاي تعبرين الاف. فاذا شنو البي او تو ايش راح يصير بالالفيلاي؟ راح يقل. شلون يقل؟ انت جاي تاخذين اكثر اوكسجين وما جاي تعبرين للبلد جاي تتنفسين. اي راح يزداد. اي قاعد راح يزداد لانه ما قاعد يعبر للبلد. ايش قد يصير تقريبا؟ ما عندي علم. شوفوا الاتموسفيريك اير، الاتموسفيريك اير ب 21% اوكسجين زين؟ ايه يطب الاير واي يصير به هيوميديفيكيشن هاي نبدي، فبالاير واي يصير 19 او 20%، ال 21% بالاتموسفير بالاير واي يصير 19.8 تقريبا 20%. من يبدي يصير الميكستشر ويا الووتر فابور وهاي المهم يوصل للالفيولار 13.3. فبما انه احنا جاي ناخذ اير اير مستمرين وعندنا بلوك ما جاي يعبر اذا راح يتساوى ويا الاير واي. اي راح يطلع 20%. 20% اللي هي 19.8 كيلو باسكال، يعني 13.3 تصير بالالفيولاي 19.8 كيلو باسكال، يعني يزود البي اوتو. زين؟ البي سي اوتو شو يصير بيه؟ يبقى هم نفسيته. يعني هو زيرو يعني دخل لنا ف لا زيرو بالالفيولاي. احنا نورمالي الالفيولاي قد 5.3 فراح يقل يعني. 5.3 فاحنا جاي نتنفس ناخذ اير ونطلع السي او 2 ناخذ اكسجين ونطلع السي او 2 زين بس ما عندنا عبور فاحنا بالوقت الانسداد كان السي او 2 بالالفيولاي هو 5.3 فظل ريموفد جراديولي الى ان يصفر. اذا البي سي او 2 يقل بالالفيولاي جراديولي. فهمتوها يا حبي هنا؟ نعم دكتور. يلا السؤال اللي وراه why does this situation increase physiological dead distress؟ يقول ليش يصير عندنا physiological dead distress هنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك؟ دكتورة سجا محمود. سجا محمود. دكتورة بسبب انه يزداد راح الهواء اللي ما راح يشارك بالتبادل الغازي بالالفيولاي لانه اكو عندنا ديفكت يعني بالالفيولاي فبالتالي راح يزداد لنا الفيزيولوجي ديد سبيس. زين هو الفيزيولوجيكال ديد سبيس شو يساوي تعرفين؟ جمع منه اي دكتورة الاوتونوميك ديد سبيس و اي اوتونوميك وياها الديفكت الفيولاي الفيولار ديد سبيس. بما انه الالفيولاي هنا نوت تيك بارت ان جاز اكسشينج اعتبرناها ديد سبيس فاذا الفيولار فمجموع احنا زود لنا الفيزيولوجيكال ديد سبيس. عاشتي ليش حلي لنا السؤال اللي وراه رابعا. تمام دكتوره. دكتوره هو هذا السؤال الرابع هو عكس اللي قبل شويه اخذناه احنا فهنا الدكتور هنا lack of ventilation يعني هنا echo perfusion بس ماكو ventilation فبما انه echo perfusion فبالالفيولاي راح يقل نسبة الاكسجين وراح تزداد نسبة ثاني اكسيد الكربون بالالفيولاي لانه الدكتورة انه شو اسمه perfusion موجود فراح يسهل عملية طرح الاكسجين لكن CO2 راح يزداد بالالفيولاي تاخذ اكسجين هو شنو البلد الجاي عنده اكسشينج ويا الالفيولاي يعطيها سي او 2 ياخذ الاو 2 زين بس هي الالفيولاي ما عندها تجديد ما عندها تجديد ما جاي تاخذ من الاير اكسجين وتطلع السي او 2 مسدوده زين مسدوده البرونكيول مالتها فالبلد هو جاي يعطيها سي او 2 ياخذ الاو 2 الى ان تستمر العمليه حد لوين الى ان دكتورة هو لا أن توصل تقريبا يعني نسبة الأكسجين كل شيء تقل يعني تصير متساوية بين الألفيولاي أعتقد وبين متساوية احنا ضل الديفيوجن يستمر على according to the partial pressure difference يظل يستمر إلى أن البارشال بريشر يساوي بين الطرفين
فايش قد يصير ساب الالفي لا يعني يساوي للفينس بلد، ايش قد يساوي البي او 2 والبي سي او 2؟ دكتورة والله ما دكتورة يساوي جندر يساوي شلون؟ راح يساوي 6 البي او 2. انت منو نفسك هذا فجاه؟ لو غير صوتها. لا بنين عباس. شو اسمك؟ بنين عباس. بنين عباس. شنو شرحك بنين عباس؟ دكتورة هو انه كان يعني 13.3 فما صار هنا فنتليشن فراح يساوي نفس الضغط اللي بالكامل من ناري فيقل لستة فيصير 6 كي بي اي. هو احنا شنو هو 13.3 موجود قبل الانسداد، فبن صار انسداد اجى البلد ظل ياخذ اوكسجين ويطي سي او 2، تستمر العملية الى ان الالفيولا تساوي الكابيلر بلد اللي هي البي او 2 6 كيلو باسكال والبي سي او 2 6 كيلو باسكال يساوي في حاله. يقول why the situation referred to as a shunt؟ قلنا احنا اذا عندنا lack of perfusion يسبب اذا عندنا lack of دكتورة راح يصير شنط لأنه هنا الفنتليشن كلش قليلة أو يعني إنه ما راح يصير له أوكسجينيتد، يعني هو راح يصير إنه يعني شنط بلوت إنه هو نفسه يفقد أوكسجينيتد وراح يطلع دي أوكسجينيتد. يعني إذا الشنط هو شنو؟ هو دي أوكسجينيتد بلوت يروح يصير ميكسنج ويا الأوكسجينيشن. فعندنا يعني بارت أوف ذا لنك يعطينا أوكسجينيشن بلوت وبارت يعطينا نون أوكسجينيشن. فالنون اوكسجينيتد بلاد يختلط ويا الاوكسجينيتد هذا يسموه شنت. زين؟ يعني يعبر بدون اوكسجينيشن. صحيح. يلا من يحل لنا السؤال الخامس؟ السلام عليكم. عليكم السلام، منو؟ شو اسمك؟ دكتور حسين سامر. حسين سامر؟ اي نعم دكتور. السؤال الخامس. نعم السؤال الخامس. For the following pressure in rank order from highest to lowest during inspiration. يعني كنا نرتبهم. نعم من الأعلى الأقل. فهو منطقة pressure in alveoli و mouth و pleural space. احنا بين inspiration يكون عندنا الماوس أعلى شيء. يكون مساوي للأتموسفيريك pressure. اي. أقل من alveoli. زين وأقل شيء يكون pleural pressure. لان البلورا قلنا دائما هي نيجاتيف سب اتموسفيريك بريشر دائما. نعم هاي شنو هاي بالكوايت انت جاي تحكي بالكوايت ريسبيريشن. نعم اكمل السؤال السادس دكتور. اي لا هو الخامس مو مطيق كوايت هو اكسبيريشن وفورست اكسبيريشن. نعم هو ويا السؤال السادس انا عندي انه بالكوايت اكسبيريشن. اي نعم اي هو شنو زين نقول بالكوايت اكسبيريشن هنا أنا أوليفيو لا راح يكون عندي أعلى شيء يكون أعلى من أتموسفيريك فجر والماوس يكون أقل منه. ليش؟ نعم سؤال. ليش؟ إحنا معمدي تحاكي سوفلو للأير من أوليفيو لا للأوتسايد. إيه لأن إحنا قلنا بالإكسبيريشن إيش راح يصير إلاستيك ريكويل أوف ذا لانج ترجع إنورد والمصر ترجع ريلاكسيشن فيزداد البريشر بالألفيولاز على مود الاير فلو فروم الالفيولاز تو ذا ماوث والبلورال بريشر دائما نيجاتيف. بالفورست اكسبيريشن يصير بالفورست اكسبيريشن. اي نعم هنا راح تكون الالفيولا اعلى شيء والبلورال هنا راح تصير بوزيتيف همتين بالفورست اكسبيريشن. اكسبيريشن نيد اكسترا فورست على مود نسوي فدائما يصير يعني قلنا شنو الدور اكسسوري مصل تشتغل اللي هي ابدومينال مصل والانترنال انتركوستال مصل فهاي اللي تصير تصير بوزيتيف واعلى من الماوس. صحيح. يلا بعد منو حل لنا السؤال؟ شو رايك دكتور؟ الورا هاي دكتور حل. What will happen حيدر شنو؟ وجدي
حيدر ما صوتك ما جاوز حيدر شنو؟ حيدر وجدي صوتي واضح هسه؟ وجدي؟ نعم يلا حل السؤال إذا لو عندك سؤال لا حل ما عندي يلا تفضل What will happen to the lies if air is introduced into the pure of space? What is the this condition called? And how might it improve? And what will happen to the lies if air is introduced into pure of space? شو راح يدخل هواء في pure of space؟ راح يكون الضغط مالته بعد مو نكتب راح يكون positive دائما راح يكون ليش الضغط الأتموسفيريك pressure تقدر تقول لنا هاي مثلا بحالة صيف عندك حالة صيف فيها شيء بالطعنة بالصدر يجي واحد يطلق بالصدر صح هاي حالة راح يكون ما لك اتوصلك بحالة يكون ايه what is the condition for the oil of thorax صح هاي حالة اليوم وثرق صح يتحول بها الاير راح يدخل من الاتموسفيريك الاير راح يدخل من الاتموسفير فيتحول الكيرو كافيتي فجر بها من نيجاتيف الى مور بوزيتيف فيكون يكون الاتموسفير فجر ايه شو يسموا الكونديشن؟ نيموثوراكس كلها نيموثوراكس هاو تريت ات شلون تعالجه؟ اجاك بالطوارئ واحد بولت انجل ومقتنك شو تسوي له؟ نسوي دراين ديف لو عضلي اير موجود بها شو تسوي له؟ دكتورة صحيح ها مو الطالب جاي يشرح منه طالب الاسئله حكيتي شو اسمك؟ لا دكتورة خلي كمل بس ما واضح يعني اكو شيء من قال تريتمنت ايه هو انا هم اتوضع هذا بس من حكيت الاسبوع يلا احكي لنا التريتمنت التريتمنت حيدر احكي لنا التريتمنت التريتمنت اللي مشترك هو يسويها الجريلينج عن طريق شاشة تيوب بالاير تسوي ايه جريلينج ايه التريتمنت احنا هنا اذا مو سيفير ديسنية اجانا ناخذ له اكس راي نشوف الكولابس مالت اللنج ايش قد زين فنحط شيست تيوب بالميد اكزيلري لاين بالميد اكزيلري لاين النهايه مالت التيوب الثانيه نخليها اندر ووتر سيلد يعني نخليها بصندوق دي مي على مود الهواء اللي يتفرغ نطرتين تو ذا لنج ديورينج انسبيريشن شيست تيوب بالميد اكزيلري لاين اندر ووتر شيلد نخليه تو بريفنت اير فروم ريتين ديورينج انسبيريشن هاي اتهمتوها لو لا هان قطع البيت لو انقطع الصوت لا ريت تغير الصوت اتهمتوها التريتمنت ما حد يجاوب فهمتوا التريتمنت نعم دكتور يلا السؤال السابع من يحله السؤال السابع نسجل الاسم السؤال السابع من يحله السلام عليكم عليكم السلام شو اسمك تبارك غانم تبارك غانم. شنو غانم 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 نعم شو اليوم البث ما ادري ايش يعني الصوت يلا تفضل تبارك سؤال what will happen what will happen to the resting expiratory liver and functional residual capacity if the lung becomes stiffer because of the development of the fibrous tissue دكتور احنا متى ما نعرف functional residual capacity اللي هي راح تساوي لنا الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم وزائد الريزيدوال فوليوم فاذا الرأس صارت ستيف السيت معناها الكومبلانس مالتها يعني قلت فيعني المخزون مالتها راح يقل وبالتالي الكونكشن ريزيدوال كاباسيتي يعني مالتها راح تقل صح واذا بتكون مور كومبلانس فاكيد يعني راح تزداد
لأنه مخزون مالتها والهواء راح يكون أكثر. عندنا احنا باللنج فايبروسيس، اي صحيح، احنا باللنج فايبروسيس اساسا اللنج هي نصها بها تليف، هذا بالاساس البيشنت من يريد ياخذ اير راح ياخذ قلنا نص الفوليوم ربع الفوليوم اللي واحد النورمال ياخذه، يعني هو بالاساس ياخذ فوليوم سمول. فمن اكسبايريشن، من الاكسبايريشن يطلع الهواء فيبقى باللنج، هو يسموه functional residual capacity إذا acquired respiration، فهو بالأساس ماخذ قليل، إذا اللي يبقى هم قليل. نعم. زين؟ more compliance عكسها، بما أنه الآن كل ما more compliance كل ما يأخذ فوليوم أكبر، فهمت؟ من acquired respiration يطلع بالإكسبيريشن، فالفوليوم اللي يبقى at end of expiration باللنج هم يزداد. ويا ال compliance of the lung، حكيت صحيح. يلا. والسؤال اللي ورا حلي لنا يا ويا حله نعم ومرتبط بحلل نعم الوقت ان وات كونديشن ولا ذا لاين بيكم ايزر ايزير تو الاستريتش يعني نعم دكتوره بالامفيزما انه راح يحصل دمج للالفيولاي لذلك فراح تكون انه هي عباره عن ون لارج سبيس بدل يعني من سمول سبيس صح زين والوراء السؤال what may happen to the functional residual capacity if narrowing of the small airways make it more difficult to force air through them when they are compressed during expiration what effect will this change have on the shape of the patient's chest دكتور الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي راح تزداد لانه اي صح صوت مسموع اي اي واضح اي احكي نعم لانه هو يعني هواء راح يبقى بالالفيولاي ما راح يطلع لان اكو ريزيستانس لان سمول اير واي صار كومبرس فاكو ريزيستانس ما يقدر بالإكسبيريشن يطلع الهواء فراح يبقى مخزون باللنج مالته فإذا راح يزداد وشون يصير دولة وين مثل حالة يا وين يعني كونديشن قديش واحد يصير عنده فالديزيز قديش باليش الالفيولر بارير شيف لا لا اللي ما يقدرون اللي قلنا بالإكسبيريشن يصير عندهم difficulty يصير narrowing of the airway شرحناها بالمحاضرة قلنا يصير عندهم difficulty بالإكسبيريشن من أمه يقدر ياخذ الأسماء بس ما يقدر يضل بكار الأسماء بالأسماء أسماء صح أي أسماء شو اسمك أنت دكتورة سجى محمود سجى محمود شلون يصير الشيس مالتهم أهل الأسماء دكتورة كنا برميل من فوق شكل برميل أي اي لان ليش يصير عندهم هالشيء يصير راوند شيس يعني الانتيرو بوستيرور كل دايمنشن الزود عنده لان ما يقدر يطلع الهواء يظل يتجمع يلا والسؤال اللي وراه السؤال اللي وراه من يحل سجل اسمه من يحل لنا السؤال اللي وراه سجل اسمه يلا نساعد احنا نساعد انتوا ابدوا بالحكي واحنا نساعد من نهار بس المهم تفهمون الماده من يحل السؤال السلام عليكم دكتور عليكم السلام شو اسمك سارة امين سارة امين نعم يلا تفضلي حلي من السؤال you measure an adult's vital capacity and find that it is only about half. What would you expect for the that individual? List some possible reasons for this. Hence, look at the tracking of the lung volumes, capacities, what volumes add up to make the vital capacity, how these could factors be affected. Victoria, زين احنا في الفاصل تتعب فيها اول بالبداية شنو؟ تعريفه
دكتور الفايتال كاباسيتي اللي تصير يعني بين التوتال لونج كاباسيتي لحد الريزيجوال فوليوم. اي شنو يعني هي شنو مثلا ايش فاهمه منها شلون تقيسها شنو هي تعريفها يعني هي السميشن اوف اوف ذا انسبيريتوري ريزيرف فوليوم اند اكسبيريتوري ريزيرف فوليوم. انا جاب ايش تعريفها هي شنو احنا شنو نقول للمريض نقول له اخذ نفس عميق فورس انسبيريشن زين اطرح لنا الهواء قد ما تقدر بقوتك كلها شنو تعريفها اذا فورس اكسبيريشن the volume of the air with forced expiration after forced deep inspiration يعني نقول له اخذ نفس عميق وبعدين اطرح النياش قد ما تقدر بعمق وبسرعه هذا يسموه vital capacity زين يعني the volume of the air breathed out during maximum expiration following maximum inspiration هذا تعريفه فيقول لك احنا قسنا المريض شفناه نص ايش تتوقعين هذا ايش عده دكتوره يعني راح تصير قابليه مرونه الرئه قليله فاسباب ممكن اولا احنا قلنا للمريض قلنا للمريض اخذ نفس عميق او طلع لنا اياه فش نقول يا اما خلل عده بالانسبيريشن يا اما خلل عده بالاكسبيريشن يا اما عده خلل باثنين زين اللي خلل ينقص ينقص لك الفوليوم بالاساس هو ياخذ فوليوم قليل شو نسمي هذا؟ بالمرة فايبروسيس اللي اسبابه واحده من عندها اللنج فايبروسيس وواحده الثانيه اني كومبريشن اون ذا تشيست اني كومبريشن العده نيموثوراكس عده هيموثوراكس اني كومبريشن اون ذا لنج يسوي لك ريستركتيف او شنو؟ او باراليسيس اوف ريسبيراتوري ماسك باراليسيس بعد ما تشتغل ما تكبر اللنج فوليوم هم هاي ريستركتيف زين احنا هسه شنو قلنا الصوج اما بالانسبيريشن اللي نسميها ريستركتيف اللي احد اسبابها لنج فايبروسيس او قلنا اني كومبريشن فروم ذا تشيست او مسل بروبلم هاي وحده اذا عندنا ديفيكولتي بالاكسبيريشن شو نسميها؟ ريش ريستركتيف هاي شو نسميها؟ اوبستركتيف ايرو ديزيز هاي ابستراكتيف اللي احدها مثل مريض عنده اسمه ابستراكتيف ذول سرعتهم اور بوث البوث مثل سي او بي دي بعدين تاخذوها على المحاضره تجي وهاي فيعني هيك تقسميها اما ريستركتيف او ابستراكتيف او بوث الريستركتيف لها امثله والابستراكتيف لها امثله عاشت ليش السؤال اللي وراه What will happen to the compliance of the lungs in respiratory distress syndrome? Describe the movements of the chest wall in the baby with respiratory distress syndrome and explain what you describe. دكتور الريسبيراتوري ديستريس سيندروم هو ان البيبي من يجي يكون افراز السرفاكتنت قليل فالسرفاكتنت تنشن عندهم زايد فالكومبلينس قليله. صح صح من يتنفس شو تشوفين الطفل؟ علامه نقول هذا الطفل دكتوره يعني ما يقدر ياخذ فوليوم كافي فقليل وتوقف. لا بس هو لا من تشوفي يعني تباعي له just by observation تباعي له تقولين هذا الطفل distress يعني describe the chest movement شي يصير عده الدكتورة تصير retraction movement retraction ايه يعني يصير عده يصير عده intercostal position يعني شنو هذا الطفل مو distress يريد يتنفس اقوى يتنفس اقوى بس اللنج ستيف ما جاي تساعده فالبلورال بريشر يصير نيجاتيف اكثر فايش يقوم يسحب يسحب حتى التشيست وول يقوم البلورا تقوم تسحب على التشيست وول فنشوف يصير عنده ريستشن انت الكوستر ريستشن يعني شي يقوم تدخل للعكس بالعكس يعني احنا بدل ما يكون يصير التشيست كبير دور بالعكس حتى بين الانتركوستر يصير في ريستشن لان اللنج كل ما جاي يساعد الطفل يتنفس هذا صحيح منو بعد يحل لنا السؤال اللي وراه السلام عليكم عليكم السلام شو اسمك دكتورة انا تبارك بتخلي جاوب
حتى ما جاوب ثاني. لا لا اذا تبارك مشارك اريد واحد ما مشارك بعد عالف شو اسمه. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور حسين باسل. حسين شنو؟ باسل. باسل تفضل. نعم دكتور. In the normal lung, where in the airways is the highest and flow of the stem. In peak inspiration, in peak inspiration, على flow of the stem is a bill trachea. So I can يعني أبغى ليش ما قلت بالsmall airway؟ دكتور لأنه بالإنسبيريشن راح يصير الأير فلو كله بالتريكة فراح يزداد الضغط فيها وبعدين راح يتوزع للسمولر إير ويز. احنا لا ليش مش معناها السمول إير واي ما يصير بهاي ريزيستانس بالإنسبيريشن مش شرحناها بالمحاضرة. ليش اختارت السادسة اللارج إير واي؟ ايش قلنا سمول إير واي شبيها باللنج؟ دكتور ريزيستانس مالتها قليلة. ليش؟ دكتورة لأن هي تكون أكبر من التراكية يعني ونجمعهن إنه هي بالأرض تكون بارالل. إيه لأن airways connected in parallel فالممانعة قلنا تصير بالمقلوب ما ناخذها جمع ناخذها المقلوب ماتت. شو اسمك أنت؟ مرتضى محمد. مرتضى محمد فعرفت حسين ليش تختارت اللارج airway؟ لأن السمول airway connected in parallel فممانعتها تصير كلش قليلة هاي بالإنسبيريشن. بالإكسبيريشن دكتور بالإكسبيريشن راح أصير بالعكس راح أصير الألفيلاي بالسمول إيرواي مو الألفيلاي سمول إيرواي يعني هي المربوطة بالألفيلاي البرونكيوز والسبيريتوري برونكيوز. ليش؟ ليش يصير بسمول إيرواي during forced expiration؟ لأنه راح يصير بالعكس يكون ال أيه ال شو يسمون ال terminal bronchioles. لأن إحنا قلنا الألفيولاي سبتا attached to the small airway فمن الألفيولاي يصير بيها يعني تنفخ ventilation يزداد الفوليوم راح تسحب traction on the airway تفتحها. بالإكسبيريشن بالعكس احنا a compression on the alveoli هي الالفيولاي tend to collapse على ما تطرح الهواء لبرا فايش راح تسوي compression on the airway فتزداد الدور resistance بالairway small airway عرفت؟ يعني يقل الفوليوم ويزداد resistance بالهواء؟ ايه لان احنا قلنا بالانسبيريشن الالفي لاي من يصير بيها اوبننج راح تسحب عن اون ذا سمول ايرواي تفتحها تقلل الممانعه. بالاكسبيريشن احنا بالعكس احنا عندنا كومبريشن اون ذا الفيولاي احنا نريد نزود البريشر بيها على مود اكسباير ذا اير تو ذا اتموسفير فبما انه كومبريشن اون ذا الفيولاي وهي بيها ثابته متصله بالسمول ايرواي راح شو يسوي كومبريشن تو ذا سمول ايرواي هم تفيدها وياها فالريزستانس تزود بالسمول ايرواي بالإكسبيريشن. افتهمتوها؟ افتهمتوها؟ نعم دكتور. زين حل لنا الوراء حسين باسل حل لنا السؤال الوراء. Why you tend to breath through our mouth in exercise؟ ليش؟ احنا بالرياضة نستعمل الماوث. دكتور احنا حنحتاج اير اكثر. ايه. فيدخل عن طريق الماوث اكثر من عشان يدخل الاير. حتى نقدر نسوي أفضل. نعم دكتورة لأنه دكتورة لأنه الباثوي أكثر من الماوث لللنس بالمقارنة بالخشن صراحة أكثر أقصر نعم دكتورة فرديوت نقدر نعبر من الريزيستنس صحيح reduce resistance and anatomical dead spaces يقلل اثنين زين منو بعد يحل لنا الام سي كيو طينا فطالب عم سجل اسمه من يحل الام سي كيو نساعد احنا وبعدين نشوف
من يحل الامسكيو؟ شو اسمك؟ آيات علي عبد الامير. شو اسمك؟ آيات علي عبد الامير. آيات علي عبد الامير؟ نعم دكتورة. تفضلي تفضلي يلا حلي لنا. رقم واحد the lung expand if removed from the body. بس دكتورة شوية من خير حسن انه يكبر الكتاب لان كل شيء ما جاي اشوفهم. ها The lung expand if removed from the body. دكتورة خطأ. ليش؟ دكتورة ما لأن شو اسمه من سورها removed السلبية كلها due to elastic recoil that is overcome by negative pleural pressure. احنا قلنا نورمالي دائما اللنج عندها تندنسي تو ريكويل انورد دائما تحاول كولابس بس اللي هو حافظها من الكولابس هو النيجاتيف بلورال بريجر بما انه شلناها من البودي بعد ماكو بلورال بريجر فراح التندنسي مالتها تشتغل الالاستيك تندنسي فريكويل تو انورد راح يصير بها كولابس صحيح الثاني النقطه الثانية I am the pleural space for reduced vital capacity. نعم دكتورة يصير صحيح هذه شو استشرحنا ذي شو استشرحنا شو يصير يا نوع شو يصير يا نوع ابستركتيف لو ريستركتيف لنا نعم دكتورة هاي النوع يصير ريستركتيف عندهم لو ابستركتيف شلون شرحنا اير ان ذا بلورال سبيس وريديوس ذا فايتال كذا ريستركتيف مو قلتي؟ نعم دكتورة صحيح. والنقطة الثالثة. If the diaphragm contracts, lung volume will increase. صحيح لأنه إذا تقلص ال diaphragm معناها عندي inhalation أو inspiration يعني جاي آخذ شهيق. فال volume تزداد. diaphragm شو يزود لنا؟ diaphragm شو يزود لنا؟ يا dimension of the lung. anterior posterior low vertical. شنو دكتورة؟ الدايفرام من كونتراكشن يزود لنا vertical dimension of the chest لو الانتيرو بوستيرير diameter of the chest تمام ما ادري الفيرتيكال جاوبك الطالب الانتيرو بوستيرير قلنا الانتركوتال مصل من يصير بها كونتراكشن تزود لنا الانتيرو بوستيرير and transverse diameter of the chest الدايفرام هو وين صاير؟ صاير below the lung فوين من contract راح يزود لنا ال vertical dimension of the lung النقطة الرابعة حلينا اياها ها آيات آيات قطع الصوت طلاب ولا واحد يسمع قطع الصوت لا موجود الصوت يلا جاوبنا هاي النقطة الرابعة and forced expiration the diaphragm is driven into the thorax by contraction of the intercostal muscle صح لو خطأ احنا بالforced expiration الاكسسوري مصر ياهو بالفورس اكسبيريشن الاكسسوري مصل الابدومينال مصل انتركوستال صح انت شو اسمك؟ دكتور حسين باسل حسين باسل تحل لنا السؤال اللي وراه هو السمول جروب يعتمد على كم طالب والبقيه ما ادري نايمين ما ادري انا لله وانا اليه راجعون هي فائدتكم وانتم بعدين حسين تقدر تحل السؤال اللي وراه؟ نعم دكتور The compliance of the lung is the pressure change per unit volume change. دكتورة خطأ فوق بالعكس الدلتا في على الدلتا في. بالعكس. عاشت ايدك. والورا. The lung compliance is greater if the lungs are expanded nearly completely there at low volume. دكتورة فوق.
ليش؟ دكتور هو الكومبلاينس شلون از شلون از يعني از يعني ازداد اذا هو موجود بلو فوليوم هو سو ذا كونت يعني شلون اكسبانشن دائما تفسرها دائما تفسر احنا شرحناها بالمحاضره اذا تتذكرها من شرحنا الداميتر اوف الفيولاي تتذكرها تشرحها على الداميتر اوف الفيولاي يلا تعرفها من الفيلاي إذا كبيرة إذا السرفكتان شي يصير دي السرفكتان مركز راح تتوزع على السرفس إيري أكثر فراح تأثيره يقل أكثر السرفكتان مش قد ما عم تتوقع؟ إيش راح يصير السرفكتان إيش راح يصير بي؟ يزداد يزداد عكس إذا small الفيلاي small الفيلاي بالعكس السرفكتان راح يصير constrated راح يصير له surface tension إذن يا الكومبلاينس أكثر يا الكومبلاينس أكثر small volume لو large volume يعني large volume حصل large volume وقلت surface tension أكثر شلون كومبلاينس أكثر وإحنا surface tension هو عكس الكومبلاينس هو يريد يحاول يسد الألفي اللاي احنا من شرحنا المحاضرة افتهمتها تل الفيولاي قلنا اذا كبيرة السيرفكتنت تصير بعيدة السيرفس تنشن يصير عالي السيرفس تنشن يزود هو عكس الكمبلاينس بالعكس هو يريد يسد الفيولاي زين اذا الكمبلاينس وين احسن بالسمول الفيولاي لو باللارج الفيولاي يعني بالسمول حل السؤال اللي وراء اذا افتهمت هالنقطة if the compliance of the lungs increases, the pressure at any given lung volume will be higher. شو تقول؟ يعني هذا السؤال مفروض فوز على دكتورة لأنه باعتبار إذا الكومبلاينس عادي المفروض البريشر يقل. اي يعني ما نحتاج اذا هي كومبلاينس كبيره زينه ما نحتاج احنا ضغط هواي حتى ننفخها بالعكس يعني هاي فولس صحيح تهمت يعني النقطه نعم دكتور ايه النقطه الرابعه وياها مرتبطه فايلوس اوف ذا لانج ديفيزس كومبلاينس ترو لانه راح يصير ديستركشن لللانج تيشو يعني بهاي النقطة عرف لكم الكومبلاينس وطاكم الفاكتر اللي تأثر شنو واحدة منهم السيرفس تنشن واحدة من عدن الفايبروسيس فالفايبروسيس يقلل لنا والسيرفس تنشن كل ما يزود هم يقلل لنا الكومبلاينس عرفت شلون السيرفس تنشن شو وقت يزود من السيرفكتر تصير بعيدة عن بعضها من الكونستريشن يقل مالك ويقل السيرفس تنشن من السيرفكتر تصير مور كونسنتريتد فالسيرفس تنشن هو عكس الكومبلاينس كل ما يزود الكومبلاينس تقل فهمتوها لو لا نعم بالطبع تمام يلا السؤال اللي وراه من يحل لنا اياه اعرض انت بس الاسئله لهاي الفراغات عيدها لان هم راح يقولون ترو اور فولس بس اعرض الاسئله اي حتى تتكبر للطلاب اي يلا من يحل لنا السؤال اللي وراه حتى تخلصون نساعد تخلصون ليش هذا يعني مو من يحل السؤال اللي وراه تفضلي شو اسمك سارة نفسك شنو سارة شاركتي سارة امين تفضل يلا تفضلي شو نسوي البقيه هم يضرون ارواحهم surfactant is secreted by type 2 alveolar cells true Yeah. What وراها? Surface tension forces may create at the high lung volumes. بلي دكتورة true. سا شرحناها مو؟ بلي. شرحناها. كل ما الالفيولاي كبيرة قلنا السيرفكتنت أقل السيرفس تنشن أكثر. هاي شرحناها. يلا. What وراها? The surface tension of the fluid lining the lungs at any given volumes is greater when the lung is being expanded than when it is recoiling.
بلد ترى مترو. يعني كله على نفس الشرح هسه شرحنا كله يتطبق عليه. يعني نفكر في التركيز ما في السرفكتنت، هو يعطينا السرفس تنشن يعني قل او زود. يلا والرابع the absence of surfactant reduces the number of alveoli in the lungs. بالدكتوراتور لأنه إذا ما موجود بالsmaller alveoli راح يصير بها collapse واللarge alveoli راح eat the small alveoli فيقل عادتهم. والخامس absence of the surfactant leads to greater inspiratory effort. بالدكتور لأنه دكتور لأنه surface tension راح يزداد فالمفروض نسوي اسبيراتوري افورت اكثر على مود نسحب الهواء. اشتيدج يلا الورا ايرف نو انت راح تخلين ما اريد بعد واحد يشارك ولا. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك؟ تبارك باقر. تبارك باقر. نعم هم شاركتي؟ هنشوف الأسماء. لا تبارك غانم نفسك لو تبارك باقر سا تبارك باقر. ها يلا يعني غير تبارك غانم غير اسمه الصوتي مو واضح. يلا تفضل تفضل. أول نقطة الـ air flow in the trachea is always laminar. هو false لأن يكون troubleclaw بالتراكيا بسبب الـ height resistance موجودة. turbulent flow. turbulent flow. النقطة الثانية good resistance to air flow through the bronchioles is greater than expiration than in inspiration. فهنا there is resistance to air flow. The resistance to air flow through the bronchioles is greater in expiration than in inspiration. شنو؟ ترون صحيح. ليش؟ لأن بالإكسبيريشن قلنا الجيست ويل يكون كومبلكس ذا لونج، بالتالي الألفولاي راح يصير لها كومبلكس باللمنر برونكيو. ثالثا شنو؟ الريزيستنس تو اير فلو would be increased by inhalation of beta 2 adrenal receptor agonist. هاي ترو فوس. ليش؟ اي فوس. ليش؟ مو هي يسوي هو غير بتحفيز الباراسمباثيتك لما ادرينو ريسبتر يسوي لنا تحفيز الباراسمباثيتك. ادرينو ريسبتر بيتا 2 ادرينو ريسبتر لا يسوي تطبيق لها انهبيشن يسوي الباراسمباثيتك. من يحفزها؟ يا ميدياتور تعرفي شو اسمه؟ الالفا 1 غير انت جاي تحكين على السمباثيتك سيستم ترى ديري بالك. الباراسمباثيتك اللي يحفزه اسيتايل كولين زين؟ والسمباثيتك ادرينالين ونور ادرينالين. هذا والسمباثيتك بها الفا ريسبتر وبيتا ريسبتر. هذا جاي يقول لك بيتا 2 ادرينو ريسبتر يعني ايش راح يحفز السمباثيتك. السمباثيتك شو يسوي لنا البرونكيال سموت مصر دكتور راح تتقلص. لا 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 تخربط. الطالب اللي وراء شو اسمه؟ انت شو اسمك؟ اسمي حسين. حسين باسل نفسك؟ لا لا حسين عباس. حسين عباس ايش راح يصير؟ يصير ريلاكسيشن. ايه عندنا احنا الباراسمباثيتك اسيتايل كولين لما نسوي له تحفيز مثل اهل الاسماء دول شيء يصير عندهم كونستركشن اوف برونكيال سموث مسل. بينما لما نطيه بخاخ نطيه فينتولين. الفينتولين هو بيتا 2 ادرينو ريسبتر فايش راح يسوي لنا برونكيال دايلتيشن فراح بالعكس. عرفت شنو؟ نعم تمام متحفز. واضحة الفكرة؟ يلا حل الوراها. آخر واحدة البشر أكسجين أو في اللارج إيرواي والله ريديوز ماكسيمم فلو إن إكسبيريشن هنا ترو. ترو لأن هذا شنو؟ يا نوع من الديزيز أوبستركتيف لو أوبستركتيف؟ هذا أوبستركتيف.
obstructive مثل أهل الأسماء بالإكسبيريشن عندهم صعوبة. حدينا خلصنا من العدة سؤال. دكتورة بس نسيت رابط الحضور بالشات. إن شاء الله. الإمام ثلاث فيسج الحضور. من عنده سؤال من الطلاب قبل ما نهاي؟ خلصنا احنا بس من عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال خي يقول حتى اذا ما قلنهم.